حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز طلب العلم على يد رجل يذهب إلى سينما ونحو ذلك؟ اختر من المدرسين أتقاهم لله وأبعدهم عن المعاصي. نعم، لأن أهل العلم يقولون، يعني بعض السلف يقول إن هذا العلم دين، أظن ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.